صاحبة القصة النهاردة نسيت إن في إله، ونسيت إن مهما طال عدم كشفها أو كشف أي حد لجريمتها، في الآخر مصيرها تنكشف. أسماء قررت الانتقام لكرامتها من أخو جوزها ومراته اللي على طول في التلعة وفي الطلعة وفي النازلة مهزقينها ومبهدلينها وضربينها، وكمان جوزها ما بيتكلمش خصوصا انه على طول مسافر الكويت وسايبها ليهم كده يعملوا فيهم فيها ما بدلهم، ضرب إهانة زي ما هم عايزين. طبعا ده على كلام أسماء. فقعدت تفكر أسماء ازاي تحرق قلب أخو جوزها ومراته، وما لقيتش أكتر حاجة تحرق قلبهم غير انها تقتل ابنهم. وفعلا فضلت تفكر ازاي تقتله لغاية ما وصلت ان هي تخنقه وتحطه في شوال وترميه في الترعة، وفعلا عملت كده. وفضلوا يدوروا اهله على الولد وهي كمان معاهم تدور زعلانة وحزينة كأنها ما عملتش حاجة، لغاية ما الحكومة او البوليس لقى جثة الطفل في الترعة ونشلوها. اول ما شافت الجثة فضلت تولول وتصرخ، وطبعا انتوا عارفين دموع التماسيح بتفضل تنزل كده لوحدها. طبعا كل اللي عملته ده نفى اي شبهات عنها واتحفظت القضية تد مجهول. بعدها هديت الامور بينها وبين سلفها ومراته اللي هي سلفتها، لكن لما جه بعدها بسنتين خلف تاني اخو جوزها رجعت تاني المعاملة السيئة ليها، وفضلوا يضربوها ويبهدلوها. فقررت تنتقم من ابنهم التاني اللي كان عنده يدوبك سنة ونص او كمان ما كملهمش، لما لقيته نايم جنب برميل بتاع مليان مية بتاع سقي المواشي، راحت واخدة الولد وهو نايم مغرقاه جوه البرميل لغاية ما مات. وكانت القضية برضو هتتحفظ ضد مجهول لولا ان جه ظابط واتقالوا في التحريات ان كان ليهم ابن برضو مات في حادثة ومحدش عرف من الجاني. راح قالك لأ، ده كده يبقى في حد من داخل الأسرة ليد. وفعلا حقق معاهم كلهم. واما جه عليها هي انهارت واعترفت، وما اعترفتش بابنها بالابن الاول التاني بس، لا ده اعترفت بالجثتين وبقتل الطفلين الولدين اللي قتلتهم بدون اي رحمة ولا شفقة. لا وكمان قالت ايه، قالت انها مش ندمانة على قتلهم، وانه اصلا جزء اخو جوزها ومراته كرهوها عيشتها وكرهوها الدنيا، وحكم الاعدام ليها مش بالنسبة لها اي حاجة بالنسبة للمرار اللي كانت عايشة فيه.